دكتورة ياسمين الفراج، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. والحقيقة أنا عندي بس سؤال في البداية، يعني حضرتك أستاذة للموسيقى وممثلة مسرحية وملحنة للمسرح، نشاط المسرحي، ودكتوراه في الغناء المسرحي أيضا. يعني الحقيقة كنت عايزة أسأل، ما هي صلتك بالمسرح بهذا الشكل؟ والله يعني أنا بدأت التمثيل في المسرح في سن مبكرة، يعني قبل ما أتخرج من الجامعة أسعدني الحظ بإني أقدم حاجة لنجيب سرور في أول حاجة عملتها في حياتي، يعني وهي ياسين وبهية، كانت إخراج سعيد سليمان في مسرح الجد اللي في العجوزة، والحقيقة كانت أوبرا شعبية بس في مسرح صغير يعني. واستمريت بقى في الغنى والتمثيل في المسرح يعني يمكن 12 سنة، وتوقفت في 2005. ده اللي خلاني أفكر في موضوع الدكتوراه، برنامج مقترح لتحسين أداء الغناء الفردي والجماعي على المسرح، ده كان عنوان الرسالة يعني. وقدرت أعمل بروجرام كده لطيف يحسن الغنى بأنواعه على المسرح. يعني إيه تحسين الغنى؟ الغنى أنواع على المسرح، في بلاي باك، وفي اللي بيبقى الغنى لايف والموسيقى مسجلة، وفي اللي بيبقى لايف زي الأوبرا والأوبريتات اللي بيبقى فيها فرقة موسيقية متواجدة. أنا اشتغلت طبعاً على الغناء اللايف لأن ده بيبقى أصعب حاجة، إزاي الصوت ما يخسش، إزاي مخارج الحروف تبقى سليمة علشان اللي قاعد في الصلاة يسمع الجملة كما ينبغي أن تكون، ما فيش حرف يطير فالمعنى ما يوصلش، لأن الغنى بيبقى فيه شق درامي، مش مجرد أن حد يظهر صوته. على فكرة ممكن حد يبقى صوته عظيم ومش مطلوب منه أن يظهر إمكانيات صوته في المشهد ده. أي. فده برنامج عملناه وطبقناه على الطلبة. والمسرح الحقيقة أبو الفنون، ومست أنه بيضم كل عناصر الفن. طب ماذا عن المسرح الغنائي بشكل خاص؟ المسرح الغنائي، احنا مصر عندها مسرح غنائي من ايام الفراعنه بالمناسبه، وتتويج الملك، وكانت العروض الغنائيه الاستعراضيه بتستمر لمده 3 ايام وتقدم في الشوارع واستمر ده معانا، وكان في نهضه مسرحيه كبيره احنا كلنا عارفينها في الستينات وما قبل الستينات. كان عندنا المسرح الغنائي اللي كان من رواده الشيخ سلامه حجازي، الشيخ سيد درويش، منيره المهديه وفرقتها عملت فرقه غنائيه، انتهاء في النص الاول من القرن العشرين انتهاء بمسرح ملك. وملك كانت، احنا بنتكلم على يعني مثلا الربع الاول، النص الاول من القرن العشرين اللي فات. I'm gonna make it.